أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للوقوف على تداعيات حكم ميليشيا الحوثي على 4 مختطفين بالإعدام والتعزير. قضت محكمة تابعة لميليشيا الحوثي بإعدام 4 من المختطفين لديها في العاصمة صنعاء، وقال المحامي عبد المجيد صبرة المتخصص بمتابعة قضايا المختطفين أن محكمة أمن الدولة التابعة للميليشيا أيدت حكما ابتدائيا سابقا قضى بإعدام 4 من المختطفين بتهمة ما أسمته التخابر. ولفت صبرة إلى أن الأربعة الذين قضت المحكمة الخاضعة للحوثيين بإعدامهم هم محمد هادي ظافر وعلي محمد الحسيني وأحمد ضيف الله الحمزي وعبد المجيد محمد علوس. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: ما هي حيثيات وتداعيات هذه الأحكام؟ ومن بيده إيقاف انتهاكات الميليشيا بحق المختطفين؟ نتابع هذا التقرير ومن ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا. مقصلة الموت الحوثية تنصب هنا في المحاكم. عقوبة الموت التي قضت بها الميليشيا على اليمنيين لم تقتصر على الحرب التي تشنها منذ أن اندلعت حرائقها شمالا، بل امتدت إلى قاعات التقاضي. تعمد الميليشيا أحكامها بالدم، وبحسب محامي دفاع المختطفين المحتجزين لدى الميليشيا عبد المجيد صبرة، فإن شعبة الاستئنافية بالمحكمة الجزائية المتخصصة أيدت حكما ابتدائيا سابقا قضى بالإعدام تعزيرا بحق 4 من المختطفين. كانت المحكمة المتخصصة بالفصل في قضايا أمن الدولة قد وجهت ل36 مختطفا التهمة التي درجت على توجيهها لكل من يعارضها، وهي التخابر مع العدوان في إشارة إلى التحالف ورفع الإحداثيات للمقاتلات الحربية. محمد هادي ظافر وعلي محمد الحسيني وأحمد ضيف الله الحمزي وعبد المجيد محمد علوس مدنيون مختطفون لدى الميليشيا منذ 4 أعوام، وبدلا من أن يفرج عنهم كانت أسماؤهم مدرجة ضمن المشمولين بأحكام الإعدام في وقت سابق، واليوم أكد القاضي الحوثي الحكم فقط. هؤلاء الأربعة ينضمون إلى المختطف أحمد حاتم السدعي الذي أصدرت المحكمة ذاتها السبت الماضي حكما بإعدامه. جاءت تلك الأحكام ضمن مسلسل المحاكمات الصورية التي تنتهك فيها الميليشيا بشكل صارخ حقوق الإنسان المكفولة في كل المواثيق والأعراف الدولية، ضاربة بعرض الحائط كل الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في سبيل الإفراج عن الأسرى والمختطفين. إيغال الميليشيا في دماء اليمنيين بات أمرا غير مقدور عليه في ظل إغفال المنظمات الدولية والمبعوث الأممي القضية التي تعد العائق الأكبر في عملية السلام. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا، وأرحب بضيفي من صنعاء المحامي المتخصص في متابعة قضايا المختطفين عبد المجيد صبرة. مرحبا بك معنا سيد عبد المجيد. في البداية، ما الذي يمكن أن تقدمه للمشاهد من معلومات حول الحكم بإعدام الحوثيين لأربعة مختطفين؟ أولا هم كل واحد منهم في قضية مستقلة، يعني هي أربعة أحكام على كل شخص يحكم، يعني ليسوا في قضية واحدة. وهؤلاء يعني لم أكن موصلا عنهم إلا عن واحدا منهم وهو محمد هادي ظافر، قدمت له عون قضائي بناء على طلب المحكمة. لكن يعني ما يجمع الأمر بالنسبة لهؤلاء أنه يعني الأحكام هذه يعني صدرت بعد مرحلة اعتقال أسرى جسري وتعرض البعض منهم للتعذيب، والإجراءات كلها التي بنيت عليها هذه الأحكام السابقة كانت هي إجراءات داثرة من حيث الأساس، كما أنه يعني بعضهم صدرت عليهم أحكام من المحكمة الجزائية دون أن تدخل لهم المحكمة حق الدفاع، ولم يحضر معهم محام للدفاع عنهم. وهؤلاء الأربعة يعني صدرت الأحكام الابتدائية في حد يعني حد ثلاثة منهم في جلسة واحدة، يعني نعم هؤلاء صدرت الأحكام في جلسة واحدة فقط.
نعم، أنت تحدثت أن الأحكام هذه صدرت في عدة قضايا موجهة لهؤلاء المختطفين، ما هي هذه القضايا؟ يعني ما يجمع القضايا هذه الأربع هي تهمة التحاضر وإعانة العدوان ورفع إحداثيات لبعض ضباط أجانب يعني سعوديين وإماراتيين. كان في هذه التهمة والاستفادة الجنائية لتشكيل يعني إصابة بسلحة في أمانة العاصمة، كما هي التهمة الموجهة لعبد المجيد علوش. نعم، تفضل بالبقاء معي سيد عبد المجيد. أرحب بضيفي من واشنطن المحامي والناشط الحقوقي عبد الرحمن برمان. مرحبا بك معنا سيد عبد الرحمن، ما تعليقك على أحكام الإعدام الصادرة عن محاكم تحت سيطرة ميليشيا الحوثي؟ مرحبا، مساء الخير. حقيقة هي ما يحدث اليوم في صنعاء هو محاكاة لما تمارسه إيران على المعارضين، فإيران هي أكبر بلد في العالم تصدر فيها أحكام الإعدام، والميليشيات الحوثي تتخذ كافة الوسائل من أجل عملية إرهاب الناس ومن أجل إخضاعهم ومن أجل أيضا الإخماد كل من يعارضها وكل من، بل ربما ليس من يعارضها ولكن كل من لا ينتمي إلى فكرها وإلى نهجها، وتشك أنه ربما قد يشكل معارضا لها مستقبليا سيكون مصيره إما الاعتقال أو الاختطاف أو الموت أو المحاكمات. يعني حقيقة ما حدث هي طبعا كما ذكر الأستاذ عبد المجيد هي قضايا متفرقة، لكن التهمة هي واحدة، هي التخابر، وقد وجهت لكل من يمثل أمام هذه المحكمة التخابر وإعانة العدوان وتشكيل عصابة مسلحة وما ذلك، كل هذه تكيف الميليشيات طبقا لقانون العقوبات اليمني، هي جميعها عقوبتها الإعدام. وأيضا هؤلاء الأشخاص لم يلاقوا نعم يعني محاكمة عادلة، لم يمثلوا تمثيلا قانونيا عادل. أنا تابعت قضية العقيد، هو طبعا ليس العقيد عبد المجيد علوش، هو عقيد في وزارة الدفاع اليمنية، حكم عليه في المحكمة الابتدائية في جلسة واحدة. كان هناك متهمين، المتهم الأول هو القاضي عبد الله الزبيدي رئيس النيابة العسكرية في المنطقة الشمالية، نعم مارست أسرته عملية ضغط على الميليشيات وعملت عملية تقطع في الضالع فأفرجت عنه، فصدر في الحكم يعني حكم غريب، يعني أنا قرأت الحكم الابتدائي يعني براءته بناء على عفو القائد المسيرة وإدانة زميله، وهي قضية واحدة إدانة زميله والحكم عليه بالإعدام، فهذا يدل على أن هذه الأحكام هي ليست أحكام قضائية سليمة وإنما هي أوامر من قبل الميليشيات يراد أن تأخذ لها صبغة قانونية قضائية وتمارس الميليشيات هذا النوع من أنواع العملية التطرفية. لكن الخطورة في الأمر أن هذه الأحكام أصبحت أحكام يعني استئنافية، أي أننا نقترب إلى الميليشيات تنتقل إلى عملية التنفيذ وربما تنقل هذه الأحكام للمحكمة العليا من أجل أن تصادقها، وهذه المحكمة العليا أصبحت بيد الميليشيات، وربما نلاحظ بعد أيام قد تنفذ هذه الأحكام إن لم يكن هناك تحرك دولي. نعم، في السابق كان العديد من المحامين يطعنون في دستورية المحكمة الجزائية المتخصصة باعتبارها محكمة استثناء، هل يمكن الطعن بأحكام الإعدام من خلال هذا الأمر؟ تجاوزنا هذه المرحلة وأصبحت هذه المحكمة صدر فيها قرار مجلس القضاء الأعلى للجمهورية اليمنية بإلغائها ونقل كافة صلاحياتها إلى المحكمة الجزائية بمحافظة مارب، وبذلك ما يقوم به القضاة في هذه المحكمة هم أصبحوا ينتموا أنا هي أصبحوا أحد أجهزة الجمع الحوثية وأصبحوا ضمن الميليشيات، هذا عمل ميليشياوي وليس عمل قضائي الذي يتم في هذه المحكمة. نعم. هناك قرار من نقابة المحامين اليمنيين عند إنشاء المحكمة سنة 1998 قضى بإلزام المحامين عدم الترافع هذه المحكمة، وظلينا سنوات طويلة نمتنع عن الترافع أمام هذه المحكمة. وفي في العام الماضي صدر قرار مجلس القضاء الأعلى بأن تلغى هذه المحكمة وتنقى صلاحياتها إلى مارب. نعم، تفضل بالبقاء معي سيد عبد الرحمن. أعود إليك سيد عبد المجيد، إذن هل يعتبر هذا الحكم نهائي؟
هي احسن نهائيه طبعا، صدورها من الاستئناف تعتبر احسن نهائيه. ويعني بعدها المحكمه العليا الى محكمه جانب يعني لا عاد يعني يوجد ترافع فيها، وانما تقديم عرائض في النقد وفي الغالب. اذا يعني هل يوجد هناك سبل قانونيه لوقف هذه الاحكام؟ الحكمه القانونيه هي الطعن فيها امام المحكمه العليا، يعني الطريق القانوني هو هذا الطريق القانوني الوحيد الطعن في هذه الاحكام امام المحكمه العليا فقط، يعني اما ايجابها يعني مثل ما تقدر للبعض يعني عفو وصلنا خروجهم، هذا طريق سياسي يعني، لكن الطريق القانوني هي عمليه يعني تقديم عرائض طعن امام المحكمه العليا داخل. نعم، أشكرك جزيل الشكر عبد المجيد صبرة المحامي المتخصص في متابعة قضايا المختطفين، كنت معي من صنعاء. كما أرحب مشاهدينا بضيفي رئيس منظمة سام للحقوق والحريات توفيق الحميدي، ينضم إلينا من فيينا. إذن نعود مشاهدينا الكرام إليك ضيفي عبد الرحمن برمان. من خلال متابعتك لملف المختطفين في سجون الحوثيين، هل يعول على القضاء الواقع تحت سلطة الحوثيين وهي سلطة غير شرعية غير مخولة بتحقيق العدالة؟ لا يمكن التعويل على مؤسسة القضاء أن تنصف المعتقلين أو يمكن أن يعني نعول عليها أن تحل قضية المعتقلين أو أن تفرج عنهم. هذه السلطات لم تصدر أي قرار، لديها كثير من القضايا، مئات القضايا التي وصلت إليها، بل أنه جميع القضايا كل الإجراءات التي اتخذت ضد المعتقلين هي إجراءات باطلة تجعل كل ما تم كل ما بني عليها هو باطل، كل يعني طبقا للقوانين اليمنية وأيضا للقوانين الدولية، ولكنها تعاملت مع هذه المحاضر ومع محاضر جمع الاستدلالات وايضا حتى محاضر النيابه العامه. كثير من المعتقلين النيابه رفضت ان تسمح لهم باحضار محامين، وفي القضايا الجنائيه الجسيمه يعتبر بطلان كافه الاحكام التي يتم المحاكمه او التحقيق دون ان يكون هناك محامي. اصبح المحامي واجب بقوة القانون أن يكون موجود حتى تستقيم العدالة. وبذلك أنا أقول أنه المؤسسة القضاء سيطر عليها الحوثيين، أبعدوا كثير من القضاة الذي رأوا أنهم ربما يكونوا قد لا يكونوا يعني لهم، كما حدث في هذه المحكمة هناك أكثر من رئيس محكمة أبعد خلال أشهر، يعني عندما يأتي رئيس المحكمة ويبدأ يتعامل مع الإجراءات على أنها إجراءات باطلة مباشرة تصدر قضايا تصدر أوامر بإبعاد هؤلاء القضاة، ابتداء برئيس المحكمة السابق هلال محفل ثم القاضي علي العميسي رئيس محكمة آخر. وعلى الرغم أنه قانون القضاء القانون القضاء اليمني يحدد بقاء القاضي في منصبه 5 سنوات ما لم يرتكب أي مخالفة. نعم، تفضل بالبقاء معي سيد عبد الرحمن. أرحب بضيفي توفيق الحميدي رئيس منظمة سام للحقوق والحريات، ينضم إلينا من فيينا. مرحبا بك معنا سيد توفيق. ما هو التقييم القانوني والحقوقي لحكم الإعدام على الأربعة المختطفين؟ مساء الخير لك ولجميع مشاهدي قناتكم الكريمة. احنا في حقيقة الأمر ننظر إلى ما يحدث في العاصمة صنعاء من محاكمات ضد مدنيين اختطفوا من الشوارع بتهم جاهزة، ننظر له في إطار سياق عام، أنه اليوم أصبح القضاء للأسف الشديد أحد الأدوات الانتقام السياسي التي تمارسها جماعة الحوثي. نحن دائما ندعو إلى تحييد القضاء وليكون قضاء محايدا، لكن للأسف الشديد من خلال متابعتنا لجلسات المحاكمات لأحكام الإعدام التي صدرت إلى اليوم تقريبا أكثر من 120 حكم بالإعدام، هنالك اليوم إحالة ما يقارب من 300 مدني إلى أحكام إلى محاكم متخصصة بنفس التهم وهي معاونة العدوان، ولمحاكم تفتقر لأبسط
معايير المحاكمة العادلة والمخالفة للمبادئ العامة للمحاكمات بشكل عام. لكن الذي نريد أن نؤكده إلى أننا لسنا أمام محاكمة بالمعنى القانوني والمعنى الدولي. نحن أمام عملية انتقام سياسي ضد مجموعة من الخصوم. بدأت الحكومة الشرعية في مأرب بمحاكمة خلية بتهمة التعاون مع جماعة الحوثي، وردت عليها جماعة الحوثي بحالة 350 أو يزيد أو يقل متهم إلى المحاكم المتخصصة. اليوم في إطار الصراع السياسي تحولت المحاكم وقاعات المحاكم وتحول القضاء إلى جنود لا يختلفون عن الجنود الذين يقاتلون في الجبهات. أن يأتي قاضي ويبدأ باتهام الصحفيين بأنهم يقفون مع العدوان، أن يقوم قاضي بإصدار حكم إعدام في جلسة لا تستغرق بضع دقائق أو بضع ساعات، بمعنى أننا اليوم أمام معركة سياسية لكن داخل أروقة المحاكم وتحت جلباب العباءات القضائية. هذه أحكام منعدمة لا يعترف بها قانون، لا القانون اليمني ولا القانون الدولي، ولا حتى يجوز مناقشتها لا من حيث الشكل ولا من حيث المضمون. لأنه في النهاية نحن نتحدث عن أحكام جاهزة وقضاة أشبه بعساكر في الجبهات يأتون لتنفيذ أحكام جاهزة ضد مدنيين اختطفوا من الشوارع. نعم، هل استندت المحكمة الحوثية في إجراءاتها يعني على اعترافات المتهمين التي تمت أخذها أو تم أخذها من هؤلاء المختطفين تحت التعذيب؟ هؤلاء جماعة الحوثي انتهكت في حق هؤلاء قبل إصدار أحكام الإعدام سلسلة من الانتهاكات القضائية التي تبطل. لو كنا أمام محكمة مختصة ومحكمة قانونية معترف بها تبطل أي إجراءات وأي محاكمة. أولا هؤلاء اختطفوا وتم إخفائهم قسرا، وهذه جريمة في القانون الدولي والقانون المحلي. هؤلاء تم التحقيق معهم بدون حضور محامي لهم، وهذا أيضا أحد المخالفات القضائية. المتهمين تقريبا جميعا في كافة المحاكمات التي تابعناها تعرضوا للتعذيب وقدموا للقاضي للشرح تفصيلي بالتفصيل ما تعرضوا له من انتهاكات من ضرب من إهانات. من برأيك سيد توفيق، هل هناك فئة تستهدفها جماعة الحوثي ولماذا؟ جماعة الحوثي في من خلال هذه المحاكمات هي تهدف إلى أمرين اثنين. الأمر الأول إلى أنها تقوم بإسكات كافة الأصوات التي يمكن أن تنتقدها، سواء تنتقدها بصورة علنية أو بأي شكل من الأشكال. كثير من الصحفيين اليوم المعتقلين والذين والمحالين للمحاكم المتخصصة الجزائية المتخصصة، وهي غالبا محكمة متخصصة بإصدار أحكام الإعدام، يحاكمون على منشور تم كتابتهم على صفحتهم على الفيسبوك أو التويتر وعبروا فيه عن رأيهم. الأمر الثاني تريد جماعة الحوثي أن تقدم رسالة سياسية للأطراف الأخرى بأنها قادرة على أن تستخدم كافة أدواتها السياسية ضد هؤلاء، وبالتالي هي تريد أن تخلق نوع من الخوف والرهبة عن طريق القضاء وعن طريق هذه المحاكم. تفضل بالبقاء معي سيد توفيق. أعود إليك سيد عبد الرحمن، برأيك كيف يمكن تقييم أداء الحكومة فيما يتعلق بملف المختطفين؟ نستطيع أن نقول أنه الحكومة اليمنية أداءها سيء جدا. هي تقوم عملية رد فعل فقط، يعني مثلا يصدر حكم بإعدام 30 معتقل من الشباب في صنعاء، ويصدر بيان من وزارة الداخلية وتصدر من وزارة حقوق الإنسان عبارة عن بيانات فقط، لكنها لم تستخدم كافة الوسائل التي يمكن أن تؤدي إلى ضغط، مثل الضغط على المبعوث الأممي، مثل إيصال قضيتهم إلى كافة المنظمات التابعة للهيئات المتحدة. الحوثيين يتعاملوا مع كل دول العالم، وهذا شيء يعني لم يعد خاطئ على أحد. لديهم كل الدول من أمريكا إلى دول الاتحاد الأوروبي إلى روسيا تتعامل مع جماعة الحوثي. لو تعرضت جماعة الحوثي لقليل من الضغط من هذه الدول التي تتعامل معها
أعتقد أنه سيكون هناك الوضع سيختلف أكثر في قضية المعتقلين. ربما كانت قد تمت عملية الإفراج عن كافة المعتقلين طبقا لاتفاقية السويد. نعم. لكن للأسف الشديد دور سيء جدا، دور ضعيف، بل ربما أنه دور منعدم، يمكن أن نقول أنه ليس له أي تأثير نهائيا في هذا الأمر. نعم، شكرا لك عبد الرحمن برمان المحامي والناشط الحقوقي، كنت معي من واشنطن. أعود إليك سيد توفيق. إذا ما تحدثنا عن المسؤولية التي يتحملها المجتمع الدولي في الضغط على هذه الميليشيا، وأيضا برأيك كيف يمكن تقييم دور المبعوث الأممي في هذا الملف؟ نحن اليوم ربما نقف على أعتاب العام الأول من اتفاقية ستوكهولم. جماعة الحوثي أخذت من اتفاقية ستوكهولم ما يتوافق مع مصالحها، بمعنى أننا أمام البند المتعلق بالمعتقلين والمخفيين قسرا. لم يتحرك هذا الملف، والذي كان من المفترض أن يتحرك في 20 يناير من عام 2019 تبدأ أول دفعة برعاية الصليب الأحمر. جماعة الحوثي رحلت هذا الملف وما طلت في هذا الأمر، ولا نعلم أين مصيره. حتى الحكومة الشرعية لم تخرج لنا ببيان واضح عن هذا الملف، وما العراقيل الذي اكتنفته، وما هي العقبات التي وضعت في طريقه. البند المتعلق أيضا بتعز وحصار تعز إلى غير ذلك أيضا ذهب أدراج الرياح، ولم نراه ولم نسمعه مطلقا، لا في الإعلام ولا حتى في حديث الساسة. يبقى ملف الحديدة الذي عمل على وقف المعركة التي كانت ستضر جماعة الحوثي بصورة كبيرة، حيث كانت ستعمل على إغلاق بوابة التهريب والرئة الاقتصادية التي يتنفس من خلالها اقتصاد الحرب. اليوم جماعة الحوثي بعد أن قامت بعد أن من خلال هذا الملف لم تتقيد حتى بوقت إطلاق النار، هنالك ربما بصورة مستمرة عملية خروقات. الأمم المتحدة غير واضحة في هذا الأمر، وغريفيث يبيع للشعب اليمني ويبيع للعالم نوع من الوهم، يريد أن يسجل نقطة لصالحه، لأنه غريفيث يعلم جيدا أنه لم يحقق شيء في اليمن سوى سراب ستوكهولم، وبالتالي لا يريد أن يفقد الحديدة ويحمل جماعة الحوثي المسؤولية، لأنه بالنهاية سيكون مبعوث أممي لليمن له فترة من الزمن لم يحقق على الصعيد السياسي أي إنجاز، ولذلك يريد أن يبقى أي شيء يضاف إلى إنجازه. غريفيث للأسف الشديد يبحث في مسار آخر غير مسار المعتقلين وغير مسار الصحفيين وغير المسار الإنساني. هو يرى بأن أي حل سياسي أو اختراق سياسي يمكن أن يحدثه سواء من خلال اتفاقية ستوكهولم أو حتى الضغط للذهاب إلى مفاوضات واتفاقية أخرى يمكن أن يحل هذه الملفات، وهو واهم في هذا الأمر. لأننا نرى أن الملف المعتقلين هو الذي سيعزز الثقة بين الأطراف للانتقال إلى أي ملفات أخرى. نحن قمنا في ستوكهولم حضر كل شيء إلا السلام، وبالتالي هنالك أداء سيء من قبل غريفيث وأداء أسوأ من قبل الحكومة الشرعية التي تتآكل شرعيتها بتوقيع اتفاقيات مع ميليشيات أو جماعات خارج القانون سواء مع المجلس الانتقالي، واليوم حتى لو خضعت لأي ضغوط خارجية لتوقيع أي اتفاقية أخرى هي ستتآكل أكثر من خلال شرعيتها، وسيتفاجأ اليمنيون بأنهم يستفيقون على ألا شرعية موجودة على الأرض إلا شرعية القوة والمقاومة وشرعية القوة وشرعية الميليشيات الموجودة على الأرض. نكتفي بهذا القدر. الرئيس منظمة سام للحقوق والحريات توفيق الحميدي، كنت معي من فيينا، شكرا جزيلا لك، كما أشكر ضيوفي عبد المجيد صبرة المحامي المتخصص في متابعة قضايا المختطفين، كان معنا من صنعاء، وأيضا من واشنطن المحامي والناشط الحقوقي عبد الرحمن برمان. أشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة، تحياتي وتحيات معيد هذه الحلقة ماهر أبو المجد، كما هي لكم من الزملاء في الكنترول. إلى اللقاء.